عبالك باللي ديت ستة في أول. يا شيخ مانيش قاعد وفقدت الأمل، ما خدمت قاعد في الزيكزام تاع الفصل الأول وما شكيت حروح بعد. شوف فتحي، على بالك والله غير حاجة طبيعية جدا أنه تلميذ، خاصة تلميذ البكالوريا، ما يخدمش في اختبارات الفصل الأول. أنا راك تشوف فيا أستاذ ومدرسة عليا الأساتذة وكذا، شحال في ميزك أنت ديت أنايا في الفرض الأول في عام البكالوريا؟ شحال؟ عبالك باللي ديت ستة في أول فرض تاع مادة الرياضيات، ورغم أنه كنت تلميذ ممتاز والبكالوريا تعديتها بمعدل عالي ورحت مدرسة عليا والحمد لله. تسمع، حبيت نقول لك أنك ما تخدمش في اختبار الفصل الأول، هذه حاجة طبيعية جدا، حاجة عادية جدا. وكل أنا على حساب ردة الفعل نتاعك، كاين ثلاث أنواع من التلاميذ. النوع الأول هو اللي يفشل ويحبط، هذه طبعا حال حاجة سلبية. النوع الثاني هو الإنسان اللي يتواكل ويبقى يصبر في روحه ويقول لك لا صح في الباك وأنا ما راحش خلاص اختبار الفصل الأول، هذا ثاني غلط. النوع الثالث هو الأفضل، هو الإنسان اللي يعترف باللي راه وقع بخطا، دار اخطاء معينه، يكتشف وش هي هذه الاخطاء ويعمل على تصحيحها. وحنا باذن الله رانا معكم وراح نرافقكم ونصحوا كل الاخطاء اللي وقعتوا فيها ونداركوا كل شيء فاتكم. هذه شيء تكسر.